إذا انتهى من قضاء الحاجة لابد أن يطهر البدن، يطهر المكان الذي خرج منه البول والغائط. Hast du Stimmen, wo der Hygienechemiker Bügel und Ratzene ist so? Nein, und Tahara تكون إما بالماء. Jetzt an oder wo fühlst du Elche? Chizane fühlst du es? Auch bei Hijara al-Manadin. Ja, Tugzane, ja, Kiechzane. Al-Hijara al-Manadin, يشترط لها شروطا منها. Als Kirchzane, Zünzane, Zandel, Zünzatz, Bergkampfspum. أن تكون طاهرة لا نجسة. لا تكون محترمة، يعني لا يمكن أن يتطهر بورق المصحف وأوراق العلم. ولا بطعام الإنس ولا بطعام الجن. ولا بطعام دواب الإنس ولا دواب الجن. لابد من استعمال ثلاثة أحجار أو ثلاثة مناديل، هذا أقل شيء. إذا حصلت الطهارة، حصل النقاء، رجع المنديل والحجر جاف ليس فيه أثر بول ولا غائط، هذا معناه أنه حصلت الطهارة. إذا رجع المنديل أو الحجر فيه أثر نجاسة لابد أن يعيد. يمسح ويمسح حتى يرجع المنديل جافا ليس في أثر لا بول ولا غائط. السنة أن يقطع على عدد فردي، يعني خمسة أحجار، سبعة أحجار، تسعة مناديل، هكذا. سنة موضوع باخا إذا ورخ إشتل أتشيسلش ثاني ستر أولى دون باخا. يبتعد عن الوساوس قدر المستطاع. يخا شين تكتري أوخشالا أول شاقين أولهم.